المدرب الألماني توماس توخيل يهز المغاربة بتصريح غير متوقع بعد خسارة المنتخب المغربي أمام منتخب جنوب أفريقيا، ويفاجئ حكيم زياش بهذا التصريح بعد هدفه الأسطوري والعالمي في مرمى منتخب جنوب أفريقيا. ولكن قبل الدخول في التفاصيل، لو كنت من عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي، أتمنى تدعمني وتشرفني بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. تحدث اليوم المدرب الألماني توماس توخيل مدرب نادي بايرن ميونخ لصحيفة بيلد الألمانية، وأكد أن هدف جميع المنتخبات الإفريقية في الوقت الحالي هو الفوز على المنتخب المغربي الكبير صاحب الإنجاز التاريخي لقارة إفريقيا بالحصول على المركز الرابع في مونديال قطر الأخير. وتابع توماس توخيل تصريحاته قائلا: شاهدت هدف حكيم زياش في مرمى جنوب افريقيا، واعتبره واحد من افضل 10 اهداف خلال الموسم الماضي، هدف تجلت فيه جميع جماليات لاعب كرة القدم، من الاستلام العظيم للكرة ثم ترويض الكرة بشكل عظيم ثم مراوغة اللاعب بشكل ورا أروع ثم إسكان الكرة في الشباك، وهدف عظيم من حكيم زياش يدل على الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها. هكذا كان تصريح توماس توخيل عن هدف حكيم زياش في مرمى جنوب إفريقيا. في نهاية الأمر، كل التوفيق لحكيم زياش، كل التوفيق للمنتخب المغربي، كل التوفيق لكل ما له علاقة بالمغرب.